اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده فقره تدريبيه تعليميه لكل الامهات الصغيرين اللي لسه مبتدئين مطبخ، مع ان انتوا شطار واشطر مني، ولكن في هوات مطبخ، في بتحب تخش المطبخ تعملي حاجه جديده، طلعنا بره اكلنا حاجه حلوه عايزين نعملها في البيت وهكذا. النهارده في نوع بطاطس مشهور جدا في بعض المطاعم، البطاطس المقليه مع الشيدر صوص والهاليب صوص. تعالوا شوفوا هنعملها مع بعض ازاي. الشيدر واخدين فكره عنه ان هو اللون الاصفر، تقدري تتحكمي في اللون. هنشوف الكلام ده مع بعض ونعمل بطاطس مقليه على طريقتي، لان في مشكله لغايه دلوقتي بتواجهنا ان البطاطس تتحمر من بره او تسود وتبقى جوه لسه نيه، وما بتعجبش الاولاد بنشتريها من بره، مع ان بتاعت بره دي بطاطس مجمده باسماء مختلفه، فخليكي تعمليها طازه. حلو الكلام. معانا كمان جوانح الدجاج. جوانح الفراخ دي انا شخصيا بحبها من زمان، هنعملها النهارده مع بعض مع صوص الليمون. هي مشهوره ببعض المطابخ الامريكيه والمطابخ الغربيه مع الباربيكيو صوص، وبعض المطاعم بتقدمها مع الباربيكيو صوص، انما نعملها بالليمون صوص. هو ده الجديد النهارده، وفي اسرار كتيره لصوص الليمون لمطابخ كتيره. نشوف الشيف المغازي هيقدمه النهارده ازاي بطريقه بسيطه وسهله. معانا لحمه مفرومه، نعملها ايه؟ نعملها برجر. البرجر مدارس مختلفه وشركات كتيره بتتنافس على انتاجه وتصنيعه. الشيف المغازي النهارده يحط نقط على الحروف ويعمله بطريقه سهله. تقدر تقدميه مع بيض، مع شرايح جبنه، تبقى لطيفه وجميله. تقدر تقدميه مع المشروم، انا هقدمه النهارده مع المشروم، وصوص المشروم اللي واخد اللون الكهرمانه بيبقى لطيف وحلو على البرجر. حلقات فيها تفاصيل كتيره ومعلومه غير معلومه، وفقره تدريبيه يعني فيها شويه شرح نظري وشرح عملي، فعشان كده النهارده نتابع الحلقه بكل حرص عشان مبتدئين مطبخ، هوات مطبخ. حلقة لطيفة جميلة مع بداية أسبوع سعادة وهنا يا رب على كل اللي بيشوفونا. أو تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف. تعالوا نستعرض مع بعض مشترياتنا، وده مهم جدا على فكره، لان احنا لغايه دلوقتي بنواجه مشكله. هنعمل غدا، رساله على الواتساب كده، هات يا حبيبي، هات وهات 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 وهات، وفي الاخر حاجه تطلع معانا مظبوطه وحاجه ما تطلعش معانا، المهم نصرف كتير. انا عايزك اول حاجه مع بدايه الاسبوع كده تفتحي بيبان الثلاجه، فريزر، ثلاجه، شوف الادراج، شوف ايه اللي فيها، ادراج المطبخ، تبداي تعملي كنترول وجرد. مش الجرد جرد مخازن وبس، لا جرد مطبخ كمان، وتشوفي ايه الحاجات اللي عندك تكتبيها على باب الثلاجه، وتعملي بقى الفزوره بتاعت زمان كده، تاخدي خمس كلمات وتحطهم في جمله مفيده، تبداي تحط الحاجات اللي جوه الثلاجه دي جوه اكله، جوه مسمى الاكله. حلو الكلام. دي نصيحه مني لحضراتكم. حلو. معانا جوانح فراخ، ومعانا مشروم، ومعانا جبنه شرايح زي الفل او جبنه مبشوره. الهاليب موجود في السوق مختلف، في منه الاخضر وفي منه الاحمر. لحمه مفرومه، الصويا البودر في منها طبعا اللي هي ناشفه زي ما هي كده، وفي منها اللي احنا نقعينها في ميه، ومعانا شويه خضره لطاف وبطاطس متقشره. هبدا الحلقه بتاعتي طبعا دلوقتي ببطاطس مقليه مع صوص الجبنه الشيدر والهاليبو. هنشوف نعملها مع بعض، او الهالبينو، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. بطاطس هالبينو معانا سبايسي شويه، ومعانا جبنه، ومعانا مكعبين من الزبده ونص كوب من الحليب. هي دي المقادير. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. تاني المقادير: بطاطس، جبنه، ممكن تكون جبنه شيدر شرايح او جبنه مبشوره، والهالبينو اللي هو الفلفل الحار، في منه الاخضر وفي منه الاحمر، ومعانا ربع كوب من الحليب ومكعب زبده. هي دي المقادير، وشويه ملح وشويه فلفل حسب الرغبه، وده اختياري. طالما هنحط جبنه يبقى مفيش داعي للملح خالص. هنمسك البطاطس نقطعها، ودي اللي انا عايز اشرحها لحضراتكم شويه. دايما وانت بتشتري البطاطس مهم جدا وانت بتشتريها من عند الراجل بتاع الخضار تكون حريصه تختاري البطاطسيه الحلوه اللي ما فيهاش الوان مختلفه كتير. خلي بالك تكون البطاطسيه لون واحد، دي مهمه جدا. لا ما تاخديش البطاطسيه الطريه، خد البطاطسيه الناشفه، وما تاخديش البطاطسيه المزرعه، هتروحي برضه مش هتلاقيها كويسه، اللي بيبقى طالع فيها حاجه خضراء. الحاجات دي لازم تشوفيها وانت بتشتري البطاطس، دي مهمه جدا، يعني ما تدفعيش فلوس في حاجه الا ما تنقيها كويس. جبنا البطاطس قشرناها، وبعد ما تقشريها تحطها في ميه وتغسليها مره واتنين، لان مكان الرمله والطينه اللي بتقشري فيها البطاطس ممكن وارد ان هي تيجي في الميه.
ودي مشكله. البطاطسيه هتشرب من الطينه والرمله اللي انت ما غسلتهاش كويس، فلازم تغسليها مره واتنين وثلاثه وتنقعها في ميه زي ما انا كده، وما تحطيش ملح. الملح بينزل لك بينزل لك النشويات بتاعه البطاطس اللي موجوده فيها، فبتخليهاش لطيفه وبتخليهاش تسود معاك بسرعه. البطاطس معانا ونقطعها مع بعض. اه شايفين البطاطس؟ اه حاضر عيني اهو. قطعنا البطاطس بالشكل ده كده اهو. دايما لما نيجي نقطع البطاطس نحط في الاعتبار دي هتنزل في الزيت، فلازم تكون متقطعه كلها شكل واحد، عشان ما ينفعش وانا بحمر البطاطس الاقي واحده متقرمشه جامد ومحروقه وواحده ما استوتش. فلما بتكون التقطيعه واحده البطاطس كلها تستوي بشكل واحد اهو. انا مقطع شويه طبعا وهقطع الثانيه كمان مع حضراتكم. اذا البطاطسيه طويله بنقطعها نصين، اذا صغيره بنخليها زي ما هي. نقطعها بالسكينه كده اهو نصين، ونيجي هنا كده اهو 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 اهو، ونبدا نقطعها بالطول بالشكل ده كده اهو اهو. تطلع معاكي صوابع زي الفل اهو. يا شيف مغازي الله يسامحك، احنا 2022 لسه بتعلمنا نحمر بطاطس؟ اه لغايه دلوقتي بنسال على السوشيال ميديا. البطاطس بتسود مني قبل ما بتستوي. اللي طلعت معايا دي فيها مشكله، فيها حته كده اهيت، هتلاقوا الكاميرا جايباها دي، هشيلها خلي بالك، وارد اهي دي بلاشها. حلو. اسرار عمل الكيكه بالبرتقان، تاخد الزيوت الطياره اللي موجوده في البرتقانه تخليها تشارك في عمل الكيكه، تبشر برتقانه، تاخد معلقه بشر البرتقان وتخليها على جنب. بس خلونا اقول حاجه الاول، لما تيجي تحمري البطاطس الزيت ما يكونش شديد، يكون نص ونص. تحمريها شويه يعني تاخد الوش الاول وبعدين ترفعيها من الزيت تسيبها لغايه لما تبرد وترجعها للزيت تاني. الطريقه دي مهمه جدا في تحمير البطاطس اهو. الزيت هنا مش شديد عشان لو درجه حرارته عاليه جدا هيفور منك على البوتاجاز وبيبوظ لك البوتاجاز، والبطاطس هتحمر من بره ومش هتستوي من جوه اهو. الزيت يكون نص يعني درجه حرارته نص ونص، يعني ما يكونش شديد قوي، مش بتحمري سمك اهو اهو. ونهزها كده هزه عشان ما تلزقش بعضيها ونسيبها نتل عليها شويه اه بس خلاص. البطاطس وهي في الزيت في المرحله الاولى ما تقلبهاش كتير. ليه يا مغازي؟ لان هي بتستوي فهتطرى، فتقليبك لها كتير هيكسرها. انا بشرح شرح نظر النهارده لان يوم السبت النهارده مع بدايه اسبوع سعاده، وانا احنا متفقين ان البرنامج بتاعنا 7 ايام في الاسبوع كل يوم بشكل وكل يوم موضوع. النهارده تدريبي تعليمي لهواة المطبخ، لو قلبتها كتير هتتكسر منك زي كده، بتكون بتستوي مكرونه وتقعد تقلبها فيها كتير هتتقطع منك اهو. نروق الدنيا كده ونروح مع بعض نشوف ازاي هنعمل الجبنه الشيدر صوص نقدمها مع البطاطس. بنجيب حله على النار، حلو الكلام، ونروق كده الاول مكان ما احنا شغالين اهو واحده واحده. حاضر. سؤال تاني معلش، اللي كان بيسال سؤال من شويه فكروني السؤال كان ايه. تعالوا نعمل مع بعض. طيب كيكة البرتقال دي مهمة جدا. هنعمل الأول الشيدر مع بعض كده. جبنا بشرة البرتقال، جبنا المقادير 3 بيضات، 2 كوب من الدقيق، 1 كوب حليب، 1 كوب سكر. بنخلط البيض مع السكر مع الحليب، ونحط شوية فانيليا مع بشرة البرتقال وشوية عصير برتقال. دي مواد سائلة لوحديها. ناخد ال3 كوبايات من الدقيق او كوبايتين من الدقيق كبار، بنخلط عليهم معلقه بيكنج باودر صغيره ونقلبهم مع بعض، وننزلهم على الخليط السائل ده ونقلبهم. نجيب قالب نتينه زبده شويه دقيق، نحط الخلطه دي كلها وندخلها الفرن. السر هنا بشره البرتقال والزيوت الطياره بتاعه البرتقانه هي اللي بتحول لنا الكيكه لبرتقال. هنعمل دلوقتي الصوص بتاعنا اللي هو صوص الجبنه او الشيدر صوص مع الصوص مع الفلفل الحار او الهالبينو صوص. هنشوف نعملها مع بعض ازاي. اول حاجه بحط شويه حليب مع مكعب زبده، شويه حليب مع مكعب زبده بس خلاص. حلو قوي تمام عينيا. حلو. الحليب هو بيغلي على النار كده بنحط له الزبده. خلي بالك علشان الجبنه هنا انواع، في جبنه مطبوخه بتتجاب وفي جبنه شرايح معانا زي الفل. أول حاجة بنحط الجبنة الشرايح دي كده أهي، سهلة خالص القصة. دي جبنة اللي بتتحط على البرجر، دي جبنة شيدر هتلاقي مكتوب على الكيس شيدر أهو. حلو الكلام. بنحط عليها زبدة.
عايزه بقى تحطي طعم فيها، طعم روزماري ماشي، جودي بقى، خليكي احسن من الشيف. يعني ايه يا شيف؟ يعني عندك عود روزماري بتقطعيه ناعم وتحطيه في قلبيها، شويه زعتر حلوين، ده مكعب زبده اهو زي الفل، وتسيبيه على النار هاديه، الجبنه هتسيح والزبده هتسيح. هتحطي ملح؟ لا. تحطي دشه تمسك القوام؟ لا خالص، ما تحطيش اي حاجه خالص، نار هاديه بس كده، وتسيبيها ايه تسيح شويه. لقيتها تقيله حطي شويه حليب، نهدي النار عليها زي الفل. بدات تسيح معايا، طبيعي لازم تسيح. شفت اللون الاصفر؟ نار هاديه، هتلاقيها ساحت لوحديها. اوعى تحطي نشا، اوعى تحطي دقيق. والافضل انك تعمليها في البيت، ما تجيبيش الحاجات البودر اللي موجوده. الافضل تعمليها في البيت. سهل خالص للبنات الحلوين اللي بيحبوا ياكلوا الصوصات الحلوه دي كده اهو، ودي موجوده اهو شفتي. بنروح نشتريها من بره زي الفل تمام، بنلاقيها مبلغ وقدره، وفي الاخر مش عارفين يا رب نضيفه مش نضيفه، اللي عاملها ده غسل ايده مش غسل ايده. انا ما بجودش في حاجه، بس انا بحب دايما الام تعمل الحاجه في البيت. ابنك بيحب اكل حاجه من بره عجبته، نخش على المطبخ نعملها. صوص الجبنه طلع معايا والله كيس جبنه بثلاثة تعريفة، فيه 10 شرايح مكتوب عليه جبنه شيدر. صوص الجبنه معايا هيطلع معايا تقيل شويه، احط له شويه حليب. والبطاطس اخبارها ايه؟ نبص عليها كده قبل الفصل بتاعنا، بص عليه شوف خلاص هرفعها من الزيت واسيبها تهدى خالص، وهدي الزيت بتاعي. هناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، ونرجع بعد الفاصل نشوف اللحظه الاخيره لقوام صوص الجبنه الشيدر او الشيدر صوص بتاعنا مع بطاطس مقليه اطفالنا بيحبوها، وانا شخصيا بحبها خاصه لو كانت سبايسي مع الهالبينو اللي بنحطه على الوش. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعت لحضراتكم، محلك سرك يا ابو الشيف. بيسالوني في الاستوديو عجبنا قوي الصوص ده، انا بدفع في طبق قد كده 40 جنيه و50 جنيه. انا شخصيا الاولاد بيحبوها بنجيبها اهو. تعالوا مع بعض، عملنا صوص الجبنه باكو جبنه موجود في اي سوبر ماركت باسماء مختلفه، اللي هي الجبنه بتاعه البرجر دي اللي كانت معانا، بتشيل البلاستيكيه من عليها وتاكد انك رافع البلاستيكيه عشان ما تلاقيش البلاستيكيه ساحت في قلب الحليب. مستعجله بقى وتيجي فكيتي واحده وسبت نص البلاستيكيه والجو اللي احنا عارفينه ده كده. ده صوص الجبنه معايا اهو زي الفل، بشيله من النار. حاضر عينيا. والبطاطس هي اخبارها ايه؟ فله، نزلتها في الزيت طبعا علشان الزيت كان بيرد معاها. قوام الجبنه اهو زي الفل اهو بالشكل ده كده اهو اهو. انا بقى هضيف حاجه كده بتاعتي للامانه، يعني انا معايا، خليكي دايما الشيف المغازي عملها بطريقته، انت ضيفي دايما. معايا عود روزماري اهوت، ومعايا نعناع اخضر. شوفوا التركايه دي، باخد ورقه الروزماري دي كده اجود بقى الطعم، واخد ورقتين نعناع حلوين كده. بس بعد ما تعملي حاجه حلوه، ايه هي؟ قدميها لاولادك بنفس الطعم اللي هم بيشوفوها بره وبنفس الشكل ده، مهم جدا، لان الولد او الطفل متعود على الشكل بعدين بيستطعم. حلو. وخلي طبق جانبي كده بالشكل اللي انا بعمله دلوقتي، اكل منها تمام قول له طب دوق ايه رايك في ديت، والله استطعمها اوكي، ما استطعمهاش خلاص انت تاكليها بالف هنا وشفا. البطاطس جاهزه اهي، ايه الجمال والحلاوه دي اهو، خلاص رفعتها من الزيت شكرا، وهدي الزيت بتاعي. طبيعي لما بتيجي تحمري بطاطس تكون عندك ورق زبده او ورق بتاع المطبخ الشفاف ده كده اهو، وتطلعها اول مره هنا كده خلاص. بطاطس جاهزه وزي الفل، واحسن من اللي بنشتريها من بره مليون مره. حلوه دي، احسن من اللي بنشتريها من بره مليون مره اهي. ونغرفها ونقدمها في الطبق الحلو ده كده عشان الصوره الحلوه نتفرج عليها زي الفل. طبق التقديم اهو. الله، سامعين الصوت الخروشه دي؟ دي الخروشه بتاعت القرمشه بتاعت البطاطس. انا بحب البطاطس المقليه في البيت. انزل بقى عليها بالصوصات اللي احنا حبيناها،
تقدري تطلعي من الصوص بتاعنا ده كده كذا نوع من الصوص، سبايسي عادي، طعم الجبنه، تحط له شويه فلفله حلوه، بابريكا، يبقى خد اللون الاحمر زي ما انت حابه. اه زي نعمين. حاضر. اه لا بنت ابن حلال. اه زي الفل. تمام. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ ناخد صوص الجبنه ده كده اهو. يلا 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 فرسان التلفزيون المصري اهو. لحظه سكوت الجبنه ونزول الجبنه على البطاطس، قلب الصغير لا يتحمل. اه تسيبها بقى تنزل كده. فيكي تعملي كده، ده روزماري مع نعناع حسب الرغبه، بس انا بحب كده. اه اه يكسر طعم الجبنه شويه. اه بس خلاص. اه الف هنا وشفا للي ياكل. طبق بطاطس اهوت، يعني لو قدمناه في مطعم بالشكل ده كده ما اقولكيش هتدفعي فيه كام. حلو الكلام. ايه اللي بعد كده؟ هنعمل جوانح الفراخ. مقادير جوانح الفراخ بصوص الليمون. المقادير على الشاشه، المقادير على الشاشه. جوانح فراخ، حلو، معانا عصير ليمون، معانا زبده، حلو الكلام، ومعلقتين من النشا، وملح وفلفل، حلو الكلام. اه عينيا. حاضر. عايز الهلامينو اهو. اه ده سبايسي، خلي بالك قوي. اه هو في المطعم بيحط لك عليها 3 4 شرايح كده خضر اهو، اللي عايزها بالشكل ده ياكلها اهو. سبايسي شويه، خلي بالك وتقولي الاولاد ده حار. اه حتى انا اغسل ايدي بعد ما اقطع ده كده، علشان لو ايدي جت جنب بقي ولا عينيا ما صوتش. اه الجو ده زي الفل. تمام كده قدمنا نوع بطاطس، وتقدري تتجودي وتعملي احسن مني. اه زي الفل. انا حطيت روزماري ونعناع، تحطي بقدونس حبه، ده ماشي، اهلا وسهلا مفيش مشكله. اه تخلونا نخش على جوانح الفراخ، نشوف هنعملها مع بعض ازاي واحنا شغالين مع بعض كده. سكينه صغيره، وتبتدي تقطعي الجوانح دي بالشكل ده كده. اه عند المفصل ده كده، ونيجي هنا كده. اه السكينه عارفه مكانها. اه زي الفل. ونفس القصه اهو. طبعا احنا بنشتري فراخ، ممكن الجوانح دي تشيلها في قلب الفريزر، في يوم كده تلاقي المصروف قل هتطلعيها تعمليها بالشكل ده كده. اه او بتشتري كيلو جوانح فراخ من اي فرارجي او سوبر ماركت بيبيع في الحاجات ديت موجوده، بس احنا يعني في الريف المصري والصعيد المصري بندبح الفراخ. شيل الجوانح دي واعملها اكله كده في يوم، هتعجب ولادك صدقيني بجد. اه بالشكل ده كده. في تاني؟ تسلم ايدك يا مشاهد، مقطع علي الباقي كله. حلو قوي. هناخد الجوانح دي يا عم الشيف زي ما هي كده، زي ما هي، ونيجي على زيت شديد الحراره. شفت انا اشتغلت ازاي؟ ترتيب بعد اذن حضراتكم. يعني حمرت البطاطس الاول. ليه حمرت البطاطس؟ ما ينفعش ان انا ابدا دي الاول وبعدين انزل البطاطس في الزيت، ده الوارد. هحمر هنا دلوقتي للفراخ كده، البطاطس تطلع معايا نظيفه. خلي بالك هننزل بالجوانح دي في قلب الزيت. اه والزيت ما يكونش شديد. ليه يا شيف؟ علشان تستوي في قلب الزيت. اه 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 واسيبها تتحمر على ما اجهز صوص الليمون. آه. واحده واحده. اه صوص الليمون هنعمله ازاي؟ دي مدارس. اه البعض بيعملوا بقصنص الليمون، البعض يعملوا بشره الليمون، اه البعض يعملوا بملح الليمون واقلب. لا لا لا، انا عايزك تعمليه النهارده صح على طريقتي، هتعجبك قوي على فكره. اه الجوانح في قلب الزيت سيبيها تتحمر وانسيها شويه، يعني انسي شويه دي لسه قدامها وقت، ما تستعجليش عليها، بس اهم حاجه الزيت يكون حار. اه سوري انا اسف، الزيت يكون بارد ما يكونش شديد الحراره عشان ما تتحمرش وبعدين تلاقيها نيه من جوه. اه نمسح كده الروقان ونروق الدنيا عشان الصوره تطلع حلوه، نوسع للدنيا كده. تعالوا نعمل مع بعض صوص الليمون واحنا شغالين مع بعض. طاسه على النار اهي، حلوه قوي، ومعانا حاجتين، ليمون مستردة وشرايح من الليمون وقرن فلفل حار شويه. نعمين زي الفل. تمام ادي استاذ الليمون. ركزوا انا شغال ازاي عشان الموضوع ده مهم جدا. بعمل ايه دلوقتي؟ حطيت طاسه على النار، حطيت فيها ميه، وحطيت فيها عود روزماري
وقرن فلفل حار قطعته يبان قدام عيني عشان الحاجات دي هشيلها بعدين. خلي بالك انا عايز اعمل اصانص صوص الليمون كده على ذوقي بمزاج. الليمون فيتامين سي، بس نتعامل معاه ازاي واحنا شغالين؟ اهو 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 ركزي. ايه اللي بيحصل هنا يا عم الشيف؟ الميه بتاخد الفليفر بتاع الروزماري وبتبقى شويه سبايسي، صوص الليمون هيبقى شويه سبايسي لان انا غليت القرن الفلفل في قلب الميه بالشكل ده كده، واسيبهم على النار واحط شويه ملح صغيرين وشويه فلفل اسود. اه حلو، بجهزهم يعني اه زي الفل تمام. اه فلفل اسود وشويه ليمون وشويه ملح، سوري اه ما احطش الليمون خالص دلوقتي. الليمون مش هيتحط على النار يغلي، لان الطبيعي ان الليمون لما نحطه على النار يغلي بنفقد فيتامين سي اللي موجود فيه. العلم والابحاث العلميه بتقول كده، عصير الليمون ما يغليش على النار كتير، ده بيتحط على طبق الشوربه واحنا قاعدين على الطبليه واحنا قاعدين على السفره واحنا قاعدين على متجمعين كلنا بناكل مع بعض وهكذا. صوص الليمون انا هنزل بيه بعدين خالص بعد ما اظبط الشكل والقوام بتاع الصوص بتاعي، هنزل بعصير الليمون وسلايز الليمون في قلب الخلطه ديت، بس ياخد على النار يسخن شويه واجي شايله من النار مباشره عشان ما افقدش فيتامين سي اللي موجود في الليمون. عندنا اخبار جوانح الدجاج ايه؟ زي الفل اهي تستوي عيني، حاضر اهو شايفين الجو ده كده اهو اهو اي 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 الله الله اي اي جاهزه تطلع من الزيت وهي سخنه كده تنزل على صوص الليمون. خلينا نطلع فاصل صغير، تكون جوانح الفراخ استوت وصوص الليمون الميه غليت، خدت الفليفر بتاع الروزماري شلته وخدت الفليفر بتاع الفلفل الحار وشلته، اهو تروحوا بقيت تاوعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتركية الأخيرة لعمل صوص الليمون. انتوا سامحوني النهاردة ان انا بشرح تفاصيل صغيرة مهمة جدا، لان احنا اتفقنا يوم السبت ده فقرة تدريبية تعليمية لهواة المطبخ والمبتدئين في المطبخ. المية غليت فيها روزماري فيها قرن فلفل حار وده اختياري، بس صوص الليمون يبقى فيه شوية سن سبايسي علشان ناكل منه، حلو الكلام، ونكسر طعم الليمون. الميه بتغلي على النار فيها شويه ملح وشويه فلفل، نزلت بالنشا كده بالراحه خالص علشان ايه؟ اخد القوام اللي حضراتكم شايفينه ده كده. اه والله العظيم للامانه انا دلوقتي بشم ريحه ايه؟ البخار اللي طالع ده ريحه الروزماري والفلفل الحار، يعني عايز اخش جوه الطاسه وادوق الطعم ده، حلو الكلام؟ هنجيب طاسه ثانيه خالص كده ونحطها هنا وناخد اللي في الطاسه دي كده مع فرسان التلفزيون المصري والاساتذه المصورين، صلى على الحبيب قلبك يتيب. اهو كل حاجه انا حطيتها في الطاسه كده عملت لها ايه؟ اهو اهو فلتره اهو، الصوص معايا جاهز اهو. فين الليمون؟ حالا، اصبر عليا. اهو 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 اهو، حلو الكلام. اه ده انا مش عايزه، اه ده اللي احنا حاطينه من شويه. اهو يا دلعك، حلو الكلام. اه نشيل ده من هنا خلاص، معانا عصير الليمون. خلينا نقول مدرسه هنا، عايز صوص المستردة بتحط مستردة وبس، يبقى صلصة المستردة زي ما انت حابة. عايزة الباربيكيو صوص مدرسة برضو، بتحط معجون طماطم معلقة كاتشب شوية مستردة بصل باودر توم باودر وهكذا، ده الباربيكيو صوص عشان لو عايزة تعملي صوصات من الأساس ده اللي أنا عملته ده. اه القوام ده، حلو الكلام. أنا هعمل الليمون صوص، اه حط عصير ليمون بقى طعم الليمون عينيا، وهحط شرايح الليمون. اه تاني جبت طاسة على النار والطاسه دي حطيت فيها شويه ميه وسبت الميه تغلي مع عود روزماري، حلو، وحطيت قرن فلفل حار عشان عايزه سبايسي شويه، بحط شويه زعتر كده اهو، بجود بقى مع صوص الليمون بتاعي، سنه بابريكا حلوه وزي شايفين. اه ايه الجمال والحلاوه دي. اه اه انا بهدي لك طبق الدجاج ده يا غالي. اه اه ايه الجمال والحلاوه. اه بس خلاص اهم حاجه ننزل بجوانح الفراخ وهي سخنه، تقوم ايه هنا الانسجه بتاعتها. وخلي بالك انا مش حاطط اي تتبيله خالص، انا الفراخ زي ما هي حطيتها في الزيت تتحمر، اه تطلع من الزيت كده وهي سخنه خلاص. خلص الطبق ده، نقدمه واحده واحده كده مع بعض. اه ما نخلوش يغلي على النار كتير. اه ونروق الدنيا كده اهو زي الفل. واحده واحده مطبخك رايق وزي الفل وانت واقف ايه فايق. اهو نشيل ده من هنا وتعالوا نغرفه مع بعض. اه الطبق ده حلو جدا. اه اللهم صل على النبي.
جوانح الفراخ بصوص الليمون مدرسة المغازي. ننزل بهنا ألف هنا وشفا. اللي ياكل من الطبق ده هيدعي لي. خليها غرقانة في الصوص كده. يعني بص هتسحبيها من العظمة كده، وأنا شخصيا بحب الطبق ده. تعالوا مع بعض نعمل البرجر بالمشروم، نشوف نعمله مع بعض ازاي، والشطاره انك تعمليه زي بشغل المطاعم بالظبط، عشان ولادك متعودين على كده، لان هم متعودوا وهم صغيرين ياكلوا من بره مثلا عينيه. حاضر. انا بحط بس روزماري علشان نقول لضيوفنا ان صوص الليمون ده واخد طعم الروزماري. المقادير على الشاشه: صويا صوص باودر ولحمه مفرومه. حلو قوي. صويا صوص باودر ولحمه مفرومه، كل دول مع بعض، ومعانا ملح وفلفل وبصل باودر وتوم باودر. في العادي بنعمل ايه يا عم الشيف؟ كل دول بيتطحنوا في كبه، انا مش هطحن في كبه النهارده. نشوف نعمله مع بعض ازاي. بجيب بوله ازاز واشيل دي من هنا كده، ومعانا اللحمه المفرومه اشيلها تمام زي الفل. باخد اللحمه المفرومه دي كده، ويفوص الجزار يفرمها لك ناعم مش خشنه، علشان ما تروحيش البيت تشغلي كبه وخلاط، عندك طفل صغير نايم تزعجيه، جوزك راجع من الشغل تعبان وعايز يريح ساعه قبل الغدا، بتعملي ايه؟ بعمل لك برجر يا حبيبي. مش انت عايز تاكل برجر النهارده؟ وتصحي الراجل من النوم عشان بتشغلي الايه المفرمه. هنحط البصل البودر والثوم البودر والصويا المنقوعه في الميه مسبقا، اهي شايفين القوام بتاعها اهو بالشكل ده كده، بنزلزلها اهو شويه. حلو، ما نكترش كتير، ونظبط الملح والفلفل بتاعنا والبابريكا، وحط بقى البهارات اللي انت حباها، شويه مستردة حلوين، فص ثوم حلو محترم دلوقتي كمان، ملح بتاعنا مظبوط كده، عينيا كله معاك يا كله على عينك يا تاجر. بابريكا، ثوم ني زي الفل، كل دول مع بعضيهم. اشيل ده من هنا واروق الدنيا، هقلبهم بيدي كلهم دلوقتي، خلي بالك. تمام، معانا مستردة، معانا مستردة، نحط شوية مستردة، مستردة جوه عجينة البرجر. جربي اللي انا بقوله ده. يلا زي الفل، نقلب كل ده مع بعضه، كل ده مع بعضه. تقليبة قوية يعني. عندك عجانة حطهم في العجانة. بس انا مش هحطهم في الكبة، عشان عايز وانا باكل البرجر احس بالجرشة تحت اسناني للصويا. واحس بجرشة اللحمة، اعرف كل حاجة طعمها ايه. عندي جريلا بتسخن على النار او طاسة. عجينها كويس بايدي. حطيت الملح تاني، اكتبوا ورايا بقى عشان الطريقه دي مهمه جدا. ملح وفلفل، بصل باودر وتوم باودر، دي ما بتاخدش بصل مبشور علشان ما نشمش ريحه البصل واحنا بناكل البرجر، خلي بالك. بصل باودر وتوم باودر، عايزه تحط بصل طازه دخليها بقى جوه المفرمه او جوه الكبه زي ما انا شغال كده. حطيت توم طازه. نعم يا غالي. نعم يا ابو حميد. تاني. نقلب دول مع بعض. الله الله. اللهم صل على النبي. طب نصنع البرجر ازاي؟ واحده واحده مع بعض. شيل ده من هنا بقى كده، انا هعمله بالمشروب طبعا. حلو قوي. ناجي زي الفل. تمام. البرجر اهم حاجه نعمله ازاي. ده برجر بيتي، عمرك ما هتاكليه في المطاعم بره زي ده. احنا مش عارفين اللحمه دي ضاني ولا بتلو ولا كندوز ولا 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 ولا. حته لحمه حلوه هبره من عند الجزار. جبت الصويا نقعتها في ميه 5 6 ساعات، انقعيها احطها في الثلاجه باتت ليله مفيش مشكله. فين الصويا في قلب اللحمه؟ حد يطلعها لي كده. معايا فرسان التلفزيون المصري للساده المصورين. دهبت جوه اللحمه. بصل باودر وتوم باودر، والعب بقى في ايدي كده. ادلعها.
مش لازم اسويها، هي الفكره كلها ازاي تعمليه. احنا معانا طاسه نعمل قطعه دلوقتي مع بعض عشان المخرج بيخوفني يقول لك معاه دقيقتين هتقدر تعمل. اهو اهو انا عايز اوصل المعلومه بس للساده المشاهدين. اهو اهو اللهم صل على النبي. اهو طلع البرجر. اهو اهو حلو قوي، تسلم ايدك يا عم الشيف. اهو ممكن بقى تعملي ايه بقى؟ تخليها في الثلاجه كده ساعتين زمن زي ما هي كده، يوم كله يتعرف على بعض، الانسجه تنسجم كلها مع بعضيها. معانا طاسه على النار او جريلا زي ما انت حابه. اه عينيا حاضر. اه انا هحط حته على الجريلا كده عشان الساده المشاهدين يشوفوها، وبعدين نبقى احنا وصلنا المعلومه ازاي نعمل برجر في البيت. اما عمليه التسويه ديت احنا حافظينها لان بنشتريه من بره وبنسويه في البيت. اه بس خلي بالك وانت بتسوي البرجر لازم تكون الجريلا بتاعتك سخنه، ما ينفعش تكون بارده. ليه يا شيف؟ لان دايما البرجر او الستيك مشوي او بتشوي لحمه لما بتكون النار شديده والطاسه شديده بتعملي عمليه صدمه لحته اللحمه، بتعملي احتباس للصوص بتاع اللحمه او الجوس بتاع اللحمه او السوائل بتاعه اللحم او السائل اللي موجود في حته اللحم، فده مهم جدا على فكره. اه اللهم صل على النبي. سكينه صغيره كده. يلا يلا صلي على الحبيب قلبك يطيب. اه سكينه مشرشره. اه 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 البرجر عملتيه في البيت ازاي؟ ولا مكنه برجر بقى ولا تقطيع ولا الجو اللي احنا عارفينه خالص. اه 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 حته لحمه تتاكل وهي نيه. اهي 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 عينيا حاضر هحطها. اهي 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 جريل على النار، نقطتين من الزيت، معلقه زيت صغيره. اهو 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 جيب لي اللحظة دي، لحظة مهمة جدا، اهو دي مش تاخد سوا كتير. اه 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 واشيلها كده بالراحة. اهو اللهم صل على النبي. البرجر على طريقة الشيف المغازي. اهو حلو، ودي كمان. اهو 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 زي الفل. عندك عيش، حمر العيش وابدا اعمليه بقى باللي هي بشرايح الجبنة زي ما انت. اهو اهو شفت انا بقطعه ازاي بسكينة مشرشرة. اهو 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 كأنك بتقطعي سويسرول محشي شوكولاتة. اهو عينيا النهارده حلقات النهارده سامحوني تاني مره معلش، فقره تدريبيه تعليميه لهواه المطبخ. والله شم ريحه البرجر لطيفه وجميله جدا اهو بالشكل ده كده زي الفل. عملنا البطاطس بالهلبين وصوص وصوص الجبنه الشيدر، عملنا جوانح فراخ لطيفه وجميله بالليمون صوص، عملنا البرجر على النار ومعايا فرسان التلفزيون المصري جايبين. انا عايز بس بعد اذنك بعد قبل ما نطلع جيب لي التفاصيل بتاع حته البرجر وهي بتستوي من تحت، شوف اي الجمال والحلاوه دي. هو ده رؤيا فن ابداع تدريبي لهواه المطبخ، كل يوم بتشوفه على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.